أقيمت بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لأول مرة عام 1957 في السودان بمشاركة 4 منتخبات هي مصر، السودان، إثيوبيا وجنوب إفريقيا التي استبعدت من البطولة فيما بعد بسبب اتباع سياسة التفرقة العنصرية بين البيض والسود داخل جنوب إفريقيا. لعبت 2 مباراة في البطولة سجل فيهما 7 أهداف مما يجعلها الأقل في العدد الإجمالي لكل الأهداف والمباريات من بين بطولات المسابقة على مر التاريخ. كانت المباراة الأولى لمصر في الأدغال الإفريقية ضد السودان انتهت لصالح المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، حيث سجل رأفت عطية ومحمد دياب العطار لمنتخب الفراعنة، فيما أحرز برعي أحمد البشير هدف صقور الجديان الوحيد. في المباراة النهائية تمكن الفراعنة من دك شباك إثيوبيا 4 أهداف نظيفة أحرزها محمد دياب العطار ليتوج منتخب الفراعنة باللقب الأول في تاريخه والأول في البطولة بشكل عام. وصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة، استطاع خلالها إحراز اللقب 7 مرات وهو الرقم الذي وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الإفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب. كاد المنتخب المصري أن يضيف لقبين آخرين في نسختي 62 و 2017، ولكن حرم من التتويج بعد أن هزم في 62 على يد منتخب إثيوبيا عن طريق ضربات الترجيح ليحرز الأخير لقبه الأول في المسابقة، بينما النسخة الماضية أبى فيها أسود الكاميرون التخلي عن اللقب، استطاعوا الانتصار في الدقائق الأخيرة من المباراة لتنتهي بنتيجة 2 مقابل 1.